هدايا البرنامج اللي يقدمها كادر قول خير للناس اللي تستحق هي أقل شيء ممكن نقدمه لناسنا وأهلنا، لأن اللي نشوفهم حالات جدا صعبة، ومرات بيناتنا إحنا ككادر نفكر نجمع كذا مبلغ لبعض الحالات حتى نساعدها. شلون حج؟ والله بالعمارة تشتغل لك يوم تقعد لك شهر. قد عمرك انت؟ يطلع فوق 50. اكثر من 50؟ اي اكثر من 50. ايش ضال بك انت هسه؟ شو تسوي؟ زين وينك وين العماله؟ تقدر تشيلك طابوق؟ ليش؟ ها؟ قوه لا شاره. عيشه صعبه. والله عيشه صعبه ولا شاره. لا حول الله. والله العظيم ماكو واحد يشال الثاني في هالوقت. مريت بعوز؟ والله هواي عوز. ايه. ماكو واحد يعين الثاني.